نرجع نتكلم لملف جهود الدولة المصرية للحياة شغالة على قدم وساق في التصالح على مخالفات البنى. مخالفات البنى اللي الحياة استمرت على أرض مصر بشكل كبير جدا، وكان في استغلال للسنوات من الفوضى والأزمات اللي عدت علينا، ولقينا بسرعة هوبا مباني كتير جدا. واحنا بنتكلم لسه مع حضراتكم على انه مفيش عشوائية، مفيش ان مواطن يعيش في مكان غير آمن، مفيش ان مواطن مصري يروح يسكن في بيت مفيهوش خدمات وما يلاقيش كهرباء ومية وغاز. طيب احنا قربنا على نهاية مهلة التصالح، هتنتهي اخر الشهر ده. ده اللي احنا بنشوفه كمان في كل المحافظات، انه في حركة بشكل كبير جدا عشان يتأكدوا ان كل واحد هياخد حقه في التصالح مع الدولة. مفيش اي مشاكل بتواجه اي مواطن في الاجراءات في عملية التصالح. عشان كده احنا بنشوف برضو خلال الايام اللي فاتت الحقيقة جولات ليل ونهار في كل المحافظات، محافظين متواجدين في المراكز بيتابعوا ازاي كل المواطنين بيجوا، بيقدم الطلب بتاعه، جدية التصالح، مخالفات البنى اللي عليه، عشان بعد كده يدخل في تشكيل اللجنة اللي بتحدد بعد كده قيمة الغرامة. وبنشوف المباني اللي هي سهل انه يتم التصالح عليها عشان يبتدي بعد كده فلوس الغرامات دي زي ما قلنا ترجع للمواطن في صورة الخدمات، اللي لو انت مثلا في مكان ما فيهوش صرف صحي هتلاقي بقى فيه صرف صحي، لو ما فيش غاز هتلاقي فيه غاز، لو ما فيش مية هتلاقي مية، لو ما فيش كهرباء او انت ما عندكش كهرباء بشكل قانوني يبقى عندك كهرباء بشكل قانوني. عشان كده بنقول لكل الناس يا ريت اللي ما قدمش اوراق التصالح بتاعته لحد دلوقتي بسرعه يتفضل مشكورا يروح. انت بتعمل ده عشان مصلحتك، انا بقول لك ده عشان مصلحتك انت في الاول وفي الاخر. الاجراءات كلها بسيطه، كل مطلوب من اي مواطن عايز يروح يقدم التصالح ان هو يروح للموظف المختص في المحافظه اللي هو تابع ليها، هيقدم صوره البطاقه وصوره محضر المخالفه بالاضافه لعقد البيع بيسدد قيمه حاجه اسمها جديه التصالح، واللي هي بتكون 25% من قيمه المخالفه اللي بيتم توقيعها عليك. شفنا كمان الفترة اللي فاتت الحقيقة عدد كبير من التخفيضات اللي حصلت في تقدير المخالفات. يعني بقى في مثلا مخالفة على سبيل المثال، لو انا بقول مثال عشان محدش يقول لي هو المخالفة برقم كذا، لا يعني انه مثلا الشخص اللي انا هدفع 1000 جنيه مثلا لا هتدفع 800، وده عشان ايسر على المواطن عشان يبتدي يروح يتقدم عشان ما يعديش المدة وبعد كده ندخل في قصة تانية وهي ازالة العقارات المخالفة بحكم القانون. فمن دلوقتي والحد المهلة اللي احنا بنقول عليها تاني اخر الشهر الحالي، كل المحافظات اعلنت حالة الطوارئ، الشغل موجود ومستمر حتى نهاية الشهر، مفيش اجازات ولا عطلات رسمية، الشغل موجود. كمان في موظفين موجودين هيردوا على الاستفسارات بتاعتك، لو انت مش عارف هتلاقي موظف جاي وبيقول لحضراتكم عليها بخصوص الاجراءات التصالح اللي احنا شرحناها لحضراتكم قبل كده، وكمان حساب قيمه وجديه التصالح او جديه التصالح على المخالفه اللي المفروض ان المواطن بيدفعها باعتباره ان هو بيأكد ان انا شخص جد عايز اتصالح، عايز اقنن اوضاعي، واخر ميعاد لسداد المبلغ 25% من جدية التصالح لكل واحد قدم الطلب بتاعه. احنا بنتكلم هيكون يوم الثلاث، يعني لو الناس اللي قدمت طلباتها من 15/7/2020 لحد دلوقتي اخر ميعاد عندك يوم الثلاث يوم 15. عشان كده بنقول لحضراتكم نرجو ان كل المواطنين بسرعة يتفضلوا بسرعة يروحوا يقدموا ده. أنا معايا التليفون الأستاذ بلال حبش نائب محافظ بني سويف. أستاذ بلال صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك فندم وعدد المستمعين. أهلا بيك. أهلا بيك. خلينا أستاذ بلال أسأل حضرتك عما يحدث في محافظة بني سويف، وإحنا عارفين إن ده في كل محافظات مصر، وهي فكرة التصالح على مخالفات البناء، وإحنا عارفين دلوقتي في قرار من رئيس مجلس الوزراء بانتهاء هذه المهلة حتى آخر الشهر الحالي اخر سبتمبر ان شاء الله. في البدايه طبعا احنا حابين نقول لكل الناس بناكد عليهم ان احنا لازم نلتزم بالميعاد اللي تم تحديده، وبناكد نفس الاشاعات اللي صدرت من رئيس مجلس الوزراء والمركز الاعلامي بان مفيش اي تجديد للمواعيد، وعلى ان الناس لازم تلتزم بان هي تروح تقدم على التصالح وتدفع جديد التصالح.
خليني اقول لحضرتك احنا في محافظه بني سويف تم التوافق على ان احنا اول حاجه تم النظر في الاسعار اللي موجوده وتم النظر لها بحيث ان هي تكون قريبه، خاصه ان كان في بعض الناس عندها بعض المشاكل في بعض الارقام. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول لحضرتك عليها ان هو تم زياده عدد الشبابيك اللي هي تم اعتمادها ان هي تكون مؤهله لاستقبال طلبات تصالح، لدرجه ان احنا وصلنا ان بقت في طلبات تصالح على مستوى القرى مش على مستوى المراكز والمدن فقط. عايز اقول لحضرتك ان تم تشكيل لجنه داخل المحافظه بتوجيهات من المحافظ محمد هاني جنيم محافظ بني سويف لمتابعه اداء التصالح وتقديم التصالح للمواطنين. كمان تم مراجعه المواطنين اكثر من مره وتوضيح لهم اهميه ان هم يبداوا ويتصالحوا. وكمان عايز اكد ان دايما حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت على اهميه التصالح ده بيرسل رساله ان الامر ده امر منتهي وان على الناس الالتزام بيه، لان حق بلدنا علينا ان احنا نقف جنبها ما نبقاش بنتعدى عليها، لان التعدي على الاراضي ده يعتبر اغتصاب لاراضي المصريين لارضهم في نفس الوقت، ودي اراضي الاجيال الجايه كلها. طب استاذ بلال خليني اقف عند حضرتك عند جزئيه، احنا عارفين ان الاجراءات اللي بيقوم بيها المواطن هي اجراءات بسيطه جدا، يعني بتاخد منه وقت قد ايه تقريبا؟ بص يا فندم، احنا كان الاول في مشكله لان عدد الشبابيك اللي هي كانت تم الاعتماد عليها لتقديم الخدمه في الاول كانت قليله لان ما كانش حد بيقبل على الموضوع بشكل جدي، ولكن ما كانش في اقبال على فكره التصالح. يا فندم يعني كانت الناس متخيله ان هو الموضوع مش هيتم بالصوره اللي هو بيتم بيها، ولكن بعد ما الناس شافت ان الدوله جاده في الامر وان ما فيش تهاون بدات الناس النهارده تكون موجوده بكثافه على الشبابيك الخاصه بالتصالح. احنا من التوقيت ده بدانا نزود عدد الشبابيك، بدانا نفتح منافذ اخرى داخل الوحدات القرويه باعتبار ان محافظه بني سويف محافظه النسبه الاكبر فيها نسبه القرى، فبدانا بالفعل من خلال الوحدات القرويه نبدا نفتح شبابيك، وبيتم التنسيق بينها وبين المقرات اللي موجوده على مستوى المراكز والمدن، ده عشان نسهل على الناس اكثر ونضطرها، لان بقى في نسبه كبيره جدا من الناس عايزه تبدا تصلح اوضاعها وتقنن اوضاعها. فمعنى كده ان احنا بنتكلم على الحمد لله خلاص دلوقتي احنا ما فيش وقت عشان المواطن يروح يخلص هذه. لا خالص، عشان كده احنا بناكد من خلال حضرتك وكل اللي بيسمعوا حضرتك وبيتفرجوا على حضرتك، احنا بناكد عليهم ان ما فيش تاخير، ما فيش تغيير في المواعيد، زي ما مجلس الوزراء اكد ان دي اشاعات، لان في بعض الناس عماله توصل ان من الممكن ان احنا نغير موضوع التصالح او ناخره، في بعض الناس بيحاول النهارده تستخدم الموضوع في اطار اخر، واحنا على اعقاب انتخابات برلمانيه بيحاولوا يوصلوا الناس بشكل او باخر ان يا جماعه احنا لما نوصل البرلمان هنغير، هو الموضوع مش في تغيير، ده قرار الدوله. الدوله النهارده شافت ان تم التهاون في حق ارضها على فتره كبيره جدا من الزمن قبل كده، وجه الوقت ان كل واحد من حقك انك تبني ومن حقك انك تزود بالحياه، لكن مش من حقك انك تتعدي على الاراضي المملوكه للدوله. كل تاكيد. شكرا للاستاذ بلال حبش نائب محافظ بني سويف، بشكر حضرتك على وجودك معانا، وخلينا نروح لمحافظه اخرى وهي محافظه بورسعيد، ومعانا على التليفون سياده اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد. صباح الخير على حضرتك سياده المحافظ. صباح الخير. اهلا بحضرتك. طبعا احنا عارفين متابعه مستمره لملف التصالح على مخالفات البناء، ويهمنا برضو حضرتك تطلعنا على اخر المستجدات في محافظه بورسعيد. هو الحمد لله محافظه بورسعيد ماشيه في هذا الملف بخطى ثابته قوي، وفي نفس الوقت في تقدم غير ملحوظ، موجود ملحوظ جامد جدا بالنسبه لمحافظه بورسعيد بالنسبه لقانون التصالح. عندنا اهم منطقتين في التصالح عندنا اللي هي المنطقه اللي هي في جنوب بورسعيد اللي هي فيها المناطق الزراعيه، والمنطقه الثانيه اللي هي داخل الكتله السكانيه جوه مدينه بورسعيد. نعم. وصلت طلبات التصالح النهارده اكثر من 1000 طلب تصالح، وفي نفس الوقت دفعوا رسوم التصالح بديت التصالح
بس في نقطة هنا عايزين نوضحها للسادة المشاهدين اتفضل يا فندم. اللي هم عايزين يعني يقدموا للقانون التصالح. التصالح ده وقانون التصالح ده دي فرصة ذهبية الدولة المصرية حقيقية لكل أبناء مصر. كل من هو خالف خلال الفترة السابقة هيتم تقنين أوضاعه طبقا للضوابط واللوائح اللي حطتها وزارة الإسكان. دي فرصة ذهبية هدمناش كل المواطنين. انتهزوا هذه الفرصة كان الفرصة ديت فرصة مش هتتعوض تاني. اخر معاهد لتقديم التصالح زي ما كلنا عارفين 30 الفتره اللي قبل ماده قانون التصالح كان في تسارع باسلوب غير طبيعي واقدام غير طبيعي. الناس عايزه تقدم في قانون التصالح والناس قدمت كتير جدا. لكن لما المده اتمدت فالناس بدات يعني تستنى الفتره الاخيره واللحظه الاخيره. فانا بناشد الساده عشان دي الفرصه دي الفرصه دي مش هتتعوض. فلو تسمحوا قدموا في قانون التصالح عشان يبقى يقنن وضعك يبقى محسن القانون ليك ولابنائك ولاحفادك وما تبقاش مهدد طول العمر. عشان اعتبارا من 1/10 ان شاء الله هيتم اداره كل المباني المخالفه واللي ما قدمتش على قانون التصالح. طب سياده المحافظ برضه عايزين نوضح للساده المشاهدين والمواطنين انه يعني احنا ما يتقدم المواطن بطلبه للمحافظه ويسدد القيمه اللي هي جديه اتصاله 25% من قيمه المخالفه، ايه بقى اللي بيكون بعد كده عند المواطن من مميزات لحين تقنين اوضاعه؟ احنا هنا بنتكلم على انه الحقوق بعد كده اللي المواطن هيحصل عليها من هذه الفرصه الذهبيه زي ما حضرتك وصفتها. انا بقول للساده المواطنين ان اي واحد اي مواطن في مصر ليه الحق انه يقدم في جديه التصالح. اي مواطن في مصر ليه الحق انه يقدم في جديه التصالح والتصالح. بعد كده لما اعتبارا من 1/10 ان احنا بننزل نديل كل من هو خلف وما قدمش في جديه التصالح. في لجان بتبقى شغاله يا فندم، لجان مختصه بتبقى شغاله بتدرس الطلب ده، اللجان ديت بتاخد شهر لشهر. طيب لو المواطن ده ما قدمش في جديه التصالح وهو ينطبق عليه شروط التصالح. ايوه. عدى عليه الفتره الزمنيه اللي هي 30/9 و1/10 احنا نزلنا كاحياء وكمحافظات ان احنا نشوف المباني المخالفه. بنشوف المبنى المخالف ده هل هو قدم في جديد التصالح؟ اه قدم. فبنسيبه لغايه لما نشوف قرار اللجنه. يعني اذا 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 معلش نعيدها مره اخرى بعد اذن حضرتك سياده المحافظ، اذا المواطن راح وقدم جديد التصالح فده بيخليه ما يقعش تحت طائله القانون وما يحصلش ازاله في 1/10. لا ما يحصلش ازاله في 1/10، بنستنى لغايه قرار اللجنه، لو اللجنه قننت وضعه مش هيتزال القانون وضعه، لو اللجنه قالت ما ينطبقش عليه قانون التصالح فبيتزال. فدي فرصه ذهبيه للمواطن ان هو بيقدم حتى لو هو ما انطبقش عليه جديه التصالح. عشان ما يحصلوش الازاله. ما يحصلوش الازاله اعتبارا من 1/10، هنستنى قرار اللجنه. اللجنه لما بتقول قرارها اعتبارا من 1/10 اذا كان بنقنن وضعه هنقنن وضعه خلاص مش هيتزال ويمشي في اجراءات التقنين. لكن ما هو لا ينطبق عليه اجراءات التقنين فبيتم الازاله الفوريه. ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا هنا في محافظه بورسعيد عملنا تنسيق ما بين جنبيه مديريه امن محافظه بورسعيد. نعم. ان احنا وزعنا على المديريات على مديريه الامن اسماء ومحاضره المخالفين على في كل الاحياء بحيث المديريه مشكوره بتبعت الضباط طبقا لاسامي الاحياء سواء حي الشرق ولا حي الغرب ولا حي الجنوب، وبتروح للمواطن نفسه بتقول له لو تسمح روح ادفع جديد التصالح. يعني كمان انا بروح للمواطن وبفكره انه عنده مخالفه وتفضل روح الحق نفسك يعني. فاحنا كده برضه عشان المواطن ما يقولش انا ما خدتش بالي وما اعرفش ان انا مخالف، فمديريه الامن بتروح له وعن طريق الاحياء عن طريق الاقسام بتقول له لو تسمح روح قدم عندك الفرصه لغايه يوم 30 روح قدم في جديد التصالح. عشان بعد كده لو نزلنا اعتبارا من 1/10 يبقى ما عندوش حجه خالص نقول له انا ما اعرفش او ما فيش حد قال لي، لا ده احنا رحنا وبلغناك ونقول لك لو تسمح روح قدم في جديد التصالح. ده امر جيد جدا وكل توفيق. بشكر حضرتك جدا سياده المحافظ، كل الشكر لسياده الواء عادل غضبان محافظ بورسعيد. يعني خلينا بس نكون احقاقا للحق ليس اكثر ولا اقل،
لما اجي انا الاقي بلدي بتبتدي تعمل مشروعات، بتعمل شغل، بطور العشوائيات، بشيل المشاهد اللي كانت مش حلوه، بحاول ارجع البلد لوضعها الطبيعي، بحاول اخليك ما تعيش على كهرباء مسروقه كل شويه خايف يتعمل لك محضر مخالفه وتتقطع عليك او تعيش من غير كهرباء، بحاول انك تعيش بشكل قانوني. يعني زي ما زي ما زي ما الصوره المشهد اللي احنا شايفينه ده، ما هو ده اكيد يعني زي ما سيادة الرئيس كان بيتكلم، هو يرضي مين؟ يرضي مين ان الاراضي الزراعيه بالمنظر ده والبيوت ملزقه في بعض ومساحات شوارع صغيره جدا لا قدر الله ما بنشوف اي حريق ولا اي حاجه من الناس، مش هقول لك خدمات، عايز تعيش من غير ميه ولا كهرباء ولا غاز براحتك، لكن لو لا قدر الله حصل لك حاجه تلحق نفسك ازاي ويتوصل لك ازاي؟ عربيه اسعاف توصل ازاي؟ في وسط ده الناس بتدخل بيوتها دي ازاي؟ اللي هو بيمشوا ازاي من جوه الارض الزراعيه؟ لما يجي لا قدر الله لا قدر الله في حريق ولا حاجه ومفيش طريق، تدخل عربيه اسعاف هنا ازاي؟ واحنا هنا زي ما بنتكلم زي ما سياده اللي هو كان بيوضح، لا اهو كل سياده الرئيس شخصيا اتكلم وقال، رئيس مجلس الوزراء اتكلم وقال وقال لك عندك مهله، الساده المحافظين الحقيقه جولات طول الوقت كلهم بلا استثناء. جولات مكوكيه طول الوقت، المنافس بتاعه التصالح مفتوحه، مديريات الامن بتبلغك ان انت عندك محضر مخالفه، اتفضل روح. وده يعني زي ما كان سياده محافظ بورسعيد بيوضح لنا، يعني فعلا بجد اسمحوا لي كمواطن مخالف مالكش حجه بقى. مالكش حجه حقيقي الا ان انت مصر انك تفضل شخص بتخالف القانون وبتخالف كل اللي بيحصل على ارض البلد وبتسرق حق مواطنين اخرين غيرك، وبالتالي خلاص يبقى هتتحاسب بقوه القانون. فهي دي الفكره، هتتحاسب بقوه القانون. انا معايا على التليفون الاستاذ هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهليه. استاذ هيثم صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك، ويهمنا برضو نطلع منك على يعني اهم بقى او هنقول ايه الخطوات اللي بتحصل داخل محافظه الدقهليه فيما يتعلق بمخالفات البناء وتصالح المقدمه من المواطنين. محافظه الدقهليه طبعا ضمن كل المحافظات المصريه بتتخذ اجراءات مشدده لايقاف سنوات من التجاوز في ملف البناء في مصر. القياده السياسيه في مصر كانت توجيهاتها واضحه بضروره ان تنتهي هذه الفوضى العقاريه. ده طبعا تمثل في اجراءات شديده في عمليات الازاله، سواء على التعديات اللي بتتم في الاراضي الزراعيه او خلال الحيز العمراني، واتحنا الفرصه للمواطنين ان هم يصححوا اوضاعهم اما من خلال قوانين او من خلال اجراءات التقنين او اجراءات. احب اطمن حضرتك ان محافظه الدقهليه حتى هذه اللحظه لقت استجابه كبيره جدا من المواطنين اللي بادروا واقبلوا على التصالح. والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه بادر وقام بتخفيض قيمه التصالح في بعض المناطق في المحافظه بما وصل لنحو 20% من القيمه. ده تترجم في الوصول لاكثر من نص مليار جنيه متحصلات قيمة الجدية، رسوم الجدية من قبل المواطنين اللي تقدموا أو للتصالح. طب خليني أقف عند الجزئية دي أستاذ هيثم، يعني حضرتك دلوقتي حجم المخالفات اللي تم رصدها مثلا داخل محافظة الدقهلية، حضرتك بتشوف إنه مقارنة بعدد المواطنين اللي استجابوا لإجراءات التصالح، يعني هل حضرتك بتشوف إنه دلوقتي لا المواطن فعلا بقى عنده وعي، حاسس إن دي فرصة بالنسبة له إنه يتعامل بشكل قانوني، إنه ياخد خدمات حتى زي أي حد آخر؟ خليني أقول لحضرتك إن المواطن أصبح لديه الرغبة إن هو يصحح أوضاعه بشكل كبير، لأن هو لمس جدية الدولة في تصحيح الثغرات اللي كانت موجودة في ملف البناء العقاري. المواطن بيشوف كل يوم حملات فعليه بتتم على الارض لازاله مباني مخالفه او تعديات على الارض الزراعيه، وانا بكلم حضرتك دلوقتي في حمله بيقودها محافظ الدقهليه في منطقه اسمها عبد الصالحي، تعدي من قبل 301 شخص على اراضي زراعيه ومباني.
زمان لما كنا بنزيل بيت واحد او دور واحد ده كان بيبقى حدث كبير. النهارده بيتم ازاله مئات العقارات المخالفه والناس بيشوفوا ده يعني ده كله لتصحيح الاوضاع. البناء غير المخطط والعشوائيات هي بتضغط على المرافق العامه للدوله طبعا دي ازمه متفاقمه يصعب عالجها مع الزمن. احنا حتى هذه اللحظه اللي احنا بنقوم بيه بس احنا بنعالج ازمات. الازمات دي بدات منذ اكثر من 30 عام. ف زي ما السيد الرئيس وجه احنا كان لازم نحط خط وكان لازم ندي المجال لاي مواطن حابب ان هو ينصهر في الاطار القانوني للدوله ان هو يبدا يصحح اوضاعه ويتم اتاحه ذلك، وفي نفس الوقت نمنع اي تجاوز جديد بيتم في البناء العقاري. تمام، انا يعني كل التوفيق لحضرتك وللجميع، كل الشكر للاستاذ هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهليه، بشكر حضرتك على وجودك معانا. الحقيقه قبل ما اروح لفقرتنا القادمه هقف مع حضراتكم لدقائق. واحنا بنتكلم ما تسمعش كلام حد بيقول لك طبعا المخالفات دي من زمان واحنا مخالفين. طب هنعيش مخالفين لحد امتى؟ مش احنا دايما بنقول دوله واحنا دوله اصحاب حضاره وتاريخ عريق وبنتكلم على تحضر وعايزين نبقى على غرار الدول المتقدمه؟ على غرار الدول المتقدمه هو تطبيق القانون. القانون هناك ما فيهوش معلش، ومع ذلك احنا شفنا انه قد ايه الدولة المصرية كانت حريصة انها تدي للمواطن اكتر من مهلة انه يتم مد الفترة، ان انا ابتدي اقول للناس تعالى تصالح، تعالى تصالح على المخالفات، تعالى وفق اوضاعك، تعالى عيش في منطقة، يبتدي بقى كل مكان مخالف جوه التخطيط العمراني للمحافظة، فما تبتديش الناس تعاني من المشاكل اللي هي بتفضل عايشه فيها نتيجه ان انا معايا بيت مش مرخص وارض غير مكننه ومقننه، ورحت بنيت على اراضي زراعيه ورحت بنيت بيت في وسط الارض لا طريق ولا يعني زي ما بيقولوا ما كانش فيها صريخ ولا اي حاجه كده. وبالتالي احنا على فكره المفروض ان كل شخص يستغل الفرصه دي، استغلها عشان دي فرصتك ان انت تمشي صح. مصر تمشي غلط هيبقى فيه القانون، ساعتها انا اللي عنده فرصه دلوقتي يتصالح. لما يحصل قرارات الازاله اللي هتحصل اول الشهر لا يلومن الا نفسه، لان عمالين نتكلم وننادي فضلوا يلا الحقوا، احنا لسه بنتكلم، احنا النهارده اهو لسه اول الشهر قدامنا فتره، ما تتاخرش، روح اعمل جديه التصالح بتاعتك، ادخل قنن اوضاعك، ادخل بعد كده اشتغل بشكل قانوني، خد خدماتك اللي انت محتاجها لناس كتير جدا. على فكره كنا من خلال شغلنا بنعمل نتابع، لا ده مفيش ميه، ده مفيش كهرباء، مفيش غاز، طب ما هو ده طبيعي انه يبقى مفيش، لان دي كلها مخالفه. وبالتالي خلاص فات الوقت ان الدوله تدفع ثمن مخالفتك، بقى انت كمواطن انت ادفع ثمن مخالفتك للقانون، لانه اي فلوس بلدنا بتتحملها زياده هي بتتحملها من حق كل المواطنين التانيين. فانت كمواطن لما بتخاف انت بتخالف بتيجي على حقي وحق جارك وحق اللي جنبك وحق اللي جنبك وحق ناس كتير جدا جايه في المستقبل. بالتالي بنقول تاني اخر المهله ان شاء الله باذن الله اخر دخل. اللهم انا قد بلغنا.